Excusez-moi, j'ai Isel Oula, Moussa Bakadiel, l'entrepreneuriat. Alors, Sharaka, naam. Alors, alhamdulillah, كانت تجربة موفقة. خدمنا مع بعضياتنا، كنا سبعة بينا في جروب واحد. والحمد لله هاد النتيجة هادي غادي تحفزنا باش نخدمو أكثر ونخدمو أكثر. Alors, le projet ديالنا هو عبارة على واحد البوتي فليكسيبل اللي سادابت بوغ توت بلاس. ميرسي بوكو. يعني إلا بغينا نقولوا بالعربية، يعني مثلا واحد قرعة ولا كتب بالعربية كتسمى يعني شونج دو تاي، يعني فليكسيبل، يعني كتكون سلسة في الاستعمالات بغينا نقولوا. وي سلسة، كتاخذ بلاصة صغيرة. كتاخذ بلاصة صغيرة. نعم، كيف الارتسامات ديالك على المشاركة مع لي جروب اللي كانوا مشاركين؟ كيفاش كانت المنافسة؟ وي بيان سور كاينة المنافسة في لي زوطخ جروب، مع لي زوطخ جروب، و صافا ديباسينا هادشي هذا والحمد لله. النتيجة ديالنا اليوم كتبين على أننا كنا جروب دايما مع بعضياتنا ودايما متفقين وعندنا نفس الآراء الحمد لله، وهادشي اللي وصلنا لهذ المرحلة هذه. السلام عليكم، معكم أنا صفراوي، ممبر ديال جروب ديال بوفليكس، اللي هو عنده الشرف اليوم اللي داخل المرتبة الأولى في المسابقة ديال لي بروجي اللي كيشرف عليه الأستاذ أجل الحيل، اللي كنبغيو نشكرو بزاف، هو اللي وقف معنا وساندنا حتى وصلنا لهاد النتيجة هادي. وكنبغيو نشكرو لا فاكولتي بولي ديسيبلينير دو لاراش اللي هي اللي قدمت لنا هاد الفرصة هادي كاملة، واللي هي اللي كانت فتحت لنا هاد المجال ديال يعني إلا بغينا نقولو اليوم هو كان افتتاح ديال المركز ديال إلا بغينا نقولو مسارات مهنية بالنسبة للطلبة اللي للجامعة هادو الكلية. نعم، كان اليوم افتتاح بالنسبة لكم، يعني الآفاق ديال هادشي هذا في المستقبل، يعني المتابعه والمصاحبه ديال هاد المشاريع. نعم صحيح. باش غادي تكون في المستقبل، يعني باش تطوروا المشاريع ديالكم. وما ننساوش بلي كنشكروا الاستاذ باش نحيي، كنشكروه واحد الشكر خاص حيت هو اللي ساندنا من اول خطوه ديالنا من البدايه ديال السنه الدراسيه. وكنشكروا جامعه عبد الملك السعدي عموما، وكنشكروا الدويان ديالنا العميد الكليه سي محمد العربي كركب، وشكرا. نعم، واللي بغينا نعرفوا اكثر هو حول يعني بقيت تقولي بوتاي فليكسيبل، يعني نعم، شنو الاستعمالات ديالها، يعني الوظائف ديالها والاستعمالات. لافونتاج اللي عندها هي لاطاي ديالها فاري، الحجم ديالها يعني متحوله كتغير. كتغير. غنمشيو نتصورها. هادشي هو اللي ديفيرون على لي زوطخ بوتي، يعني يمكن تستعملها استعمالات متعدده والاحجام على حسب الهدف. متعدده والاحجام ديفيرون، يعني من ناحيه ديال واش هي زجاجيه ولا بلاستيكيه ولا بلاستيكيه، ولكن دي نورم دو كاليتي، يعني من جوده عاليه. من جوده عاليه.